الإيقاظ العلمي في حاجة النبتة إلى الغذاء، سنقوم بحصة تطبيقية وهي غرس بعض النباتات. إذا نبدأ، من يذكرني بمكونات النبتة؟ مكونات النبتة أي أميرة؟ ماذا تتكون النبتة؟ شوفوا النبتة. تتكون النبتة جذور، من جذور وهي داخل التربة، وأغصان، وساق، وساق، وأوراق، ثم وأزهار وثمار. ثمار. إذن النبتة تتكون من جذور وثم ساق أوراق وأزهار وثمار. كيف تمتص النبتة الماء ومن أين تمتص الماء؟ أي محدد تمتص النبتة الماء عن طريق الماء والأملاح المعدنية عن طريق جذورها وبالتحديد عن طريق الأبار المغطى. أحسن. إذن هي تمتص عن طريق الجذور وبالتحديد عن طريق الأبار المغطى. إذن هذه نبتة. إذن كما تشاهدون هذه هي الجذور. إذن جذور النبتة، هذا هو الجذر الرئيسي للنبتة، وهذه الجذور الفرعية وهي ما نسميها بالأوبار المصة. إذن النبتة تمتص الماء عن طريق هذه الشعيرات الصغيرة وهي الأوبار المصة. وضوء الشمس، من أين تمتص النبتة ضوء الشمس؟ أي عن طريق الأوراق. تمتص النبتة ضوء الشمس عن طريق أوراقها. شتيوي، هل تصنع النبتة غذائها بنفسها أم كيف تتحصل على غذائها؟ كيف تصنع النبتة غذائها بنفسها؟ تصنع النبتة غذائها بواسطة أشعة الشمس. هي تمتص ضوء الشمس عن طريق الأوراق والماء والأملاح المعدنية بواسطة الجذور. إذا حين يتلاقى الماء والأملاح المعدنية مع ضوء الشمس مع الأكسجين، النبتة هي تصنع غذائها بنفسها. تمتص الماء عن طريق الجذور وتمتص ضوء الشمس عن طريق الأوراق. إذا كما تشاهدون هذه هي بذرة الفول. إذا ماذا تتكون بذرة الفول؟ تتكون من بذرة الفول من فلقتين. من فلقتين. أحسنت. من فلقتين وجنين وغشاء خارجي يحمي البذرة، هو يقوم بحماية البذرة. إذا بذرة الفول تتكون من غشاء خارجي، وعندما نفتح البذرة هي تتكون من جنين من فلقتين. إذا تتكون من فلقتين. ماذا يوجد داخل الفلقتين؟ أي أميرة؟ جنين. وماذا يتكون الجنين؟ جنين البذرة ماذا يتكون؟ من أي زيني؟ سويقة و جذير و بريان. إذن بذرة، جنين بذرة يتكون من سويقة، جذير وبريان. إذن البذرة، من يذكرني بمراحل نمو البذرة؟ أي مهمة دي؟ ذكرني بمراحل نمو البذرة. المرحلة الأولى تمتص البذرة الماء. ثم ماذا يحصل لها؟ تنتفخ وتصبح نبتة. كيف تصبح نبتة؟ الجذير يتجه إلى أسفل. أحسن. إلى أسفل. أما الجذر الرئيسي. أحسن. أما السويقة ماذا يحصل لها؟ تتجه إلى أعلى وتكون لنا الساق الرئيسي للنبتة. أما البريان، عندما تكبر النبتة يكون الأوراق. يكون لنا الأوراق. أحسن. إذا البذرة الفول تتكون من فلقتين وغشاء خارجي لحماية البذرة، ويتكون أيضا من جنين، والجنين يتكون من ثلاث
ثلاثة مكونات: الجذور والبريان والسويق. من الثوري بعض البذور أي تتكون من فلقة واحدة. أي الشيوي اذكر لنا بعض البذور تتكون من فلقة واحدة. القمح. القمح أحسن. أيضا أيضا أي شيماء. الفول. الفول تكون من فلقتين. أها اذكري لنا بذرة أخرى تتكون من فلقتين مثل الحمص. الحمص أحسنتي. الجلوب. سيذكر لنا أحمد منافع الشجرة بصفة عامة. أي أحمد الجو. الجو يا أطفال احنا شقلنا نبدا ماذا تزود المحيط؟ ماذا تزوده؟ تزوده بالأكسجين. وماذا تأخذ؟ أكسيد الكربون. هي تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتزودنا الأكسجين. هذا في النهار وفي الليل ماذا يحدث؟ تنعكس العملية. ماذا يحدث يا أسراء؟ تمتص الأكسجين وتخرج ثاني أكسيد الكربون. النبات الى الماء والاملاح المعدنيه والضوء لكي تنمو وتمتص جذور النبات. فيما تلتقط الاوراق الضوء الشمس. احسنتي. بفضل هذه العناصر الثلاثه اكيد الضوء والماء والاملاح المعدنيه مع الاكسجين ماذا تفعل نبتة؟ وبفضل هذه العناصر الثلاث يتمكن النبات من صنع جميع المواد التي يحتاج اليها. احسنتي. اذا عودنا الشيوي عن طريق ضوء الشمس والماء والاملاح المعدنيه تصنع النبته غذائها بنفسها. احسنتي. تصنع النبته غذائها بنفسها. شوفي بالك على التربة الموجودة داخل الحوض. هي غنية بالمواد العضوية والأسمدة. إذن هذه هي تربة صالحة للغراسة وهي تربة جيدة للغاية. حتى هذه التربة هي جيدة أما هذه أحسن. لماذا؟ على خاطر هي غنية بالمواد العضوية بالأسمدة. كما تلاحظون جذور هذه نبتة. شوفوا جذور قديش تمتد إلى كامل هذا الجسم. لازم تتنفس.
الأسمدة. الأسمدة. شوف شوف الجذور نتاعها، شوف سبحان الله. ما تقدرش تلك شبيهم هكا. هما تفرعوا. شوف الجذور نتاعها. 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 أي أحمد أميني؟ أي أحمد أميني؟